تحت رعاية وحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أقامت وزارة الداخلية عرضا للطابور العسكري بسوق الرفاع، حيث عكس هذا العرض روحا وطنية عالية ومبادئ مجتمعية سامية. وبهذه المناسبة أكد سمو المحافظ أن الطابور العسكري لوزارة الداخلية يحمل مضامين وطنية في التأييد والولاء لهذا الوطن المعطاء بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبالغ التقدير للجهود المبذولة من قبل الحكومة المقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونوه سموه بأن إقامة الطابور العسكري لوزارة الداخلية في المحافظة الجنوبية يندرج ضمن جهود المحافظة في الشراكة والتنسيق المشترك مع وزارة الداخلية لتعزيز قيم الانتماء الوطني وتوثيق أطر الشراكة المجتمعية والأمن المجتمعي بما يلبي تطلعات الأهالي، تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية في تلبية احتياجات الأهالي لتعزيز الأمن والاستقرار في مجتمع الجنوبية، مثنيا سموه بمستوى الطابور العسكري وما شهده من فقرات متنوعة ومتميزة كان لها الصدى الواسع في أوساط الجميع، بما يؤكد ما وصلت إليه وزارة الداخلية من قدرات أمنية متطورة يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات الأمنية، مشيدا سموه بالتعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ومختلف الأجهزة الأمنية في إقامة هذه الفعالية المتميزة. وشهد الطابور العسكري مشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة والهجن وشرطة الخيالة، حيث انطلق الطابور من بداية سوق الرفاع وحتى نهايته وسط حضور متميز من المواطنين والمقيمين والذين عبروا عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات، معربين عن إعجابهم بالعرض المميز ودوره في تعزيز روح المواطنة والولاء لدى أطياف المجتمع، حيث حصدت الفعالية إقبالا عاليا من مختلف الأعمار استمتعوا بمشاهدة كافة فقرات العرض الموسيقي والتي تبين الدور الكبير للوزارة في حفظ الأمن. نعتز اليوم كأهالي المحافظة الجنوبية وكمنتسب المحافظة الجنوبية أن تقام هذا الطابور العسكري لوزارة الداخلية برعاية كريمة من سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لتعزيز الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم الانتماء الوطني والمواطنة التي تسخر بها المحافظة الجنوبية من خلال نهج التواصل القائم بين المحافظة ومع الأهالي وهذه الجهات الأمنية في هذا الاحتفال الأكثر من رائع. احنا كمواطنين محرنيين نحب نشارك ويا اخواننا فرحتهم وفرحتنا في هالمواقف الجميلة، واشكر يعني المحافظة الجنوبية بعد وسمو المحافظ على ما قاموا به من يعني تعب ومجهود، وبالأخص بعد وزارة الداخلية. ما من شك أن هذا اليوم يوم عزيز تنظم المحافظة تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، والطابور العسكري هذا يمثل رمز لمملكة البحرين والشراكة المجتمعية اللي تسعى من أجلها المحافظة بدعم من معالي وزير الداخلية لإشراك
المجتمع المدني في هذه الفرحة. حقيقة يعني تعاد الشراكة المجتمعية من الأمور اللي تميزنا كمجتمع في مملكة البحرين، وهي من الأمور الساخة جلالة الملك الله يحفظه وحكومتنا الرشيدة في تعزيز الشراكة بين الوزارة الداخلية والمجتمع، وما ينعكس ذلك أيضا في دور المحافظات. طبعا هذه يعني شيء جبار، تعاون الداخلية مع المجتمع شيء عوري، يعني هي دائما في الخدمة، دائما سباقة يعني.